قضى ليث الحرباوي نحو 3 عقود في بساتين الكروم، واليوم يجني ثمار عامين كاملين لأهم أصناف العنب. إلى جانب عنب الشلة والبهرزي والحلواني وأسود بلد، نجح الشاب ليث الحرباوي في زراعة عنب الياقوتي الأندر في العراق، إذ يكون طولياً وليس كروياً كما العادة في بقية الأصناف. الحرباوي تمكن من زراعة الياقوتي في بستانه الممتد على نحو 7 دونمات بقضاء بلد جنوبية صلاح الدين. يمتاز هذا الصنف بكبر حجم الحبة وكبر العنقود، وأبرز مميزات هذا الشيء أن الحبة تكون بدون بذور. الموطن الحقيقي بالولايات المتحدة أنا شفته يعني، وبإيطاليا وبتايلاند. وتعد بلد مصدرا رئيسيا لإنتاج أكثر من 12 صنفا من العنب، لكونها تتمتع بخصوبة التربة لقربها من نهر دجلة، فالمنطقة موطن أقدم حضارة زراعية إذ تعود إلى 9000 عام بحسب مؤرخين. يجينا أنواع العنب يعني، مثلا يجينا شاف فلاح، مثلا 6 فلاح 7 فلاح، كل واحد شكل يعني أشكال عنب، مثلا دياس عنز، كمالي، فرنسي، حلواني، كشمشي، بس الكشمشي شوية يعني غالي. وتبلغ المساحات المزروعة بالعنب نحو 10000 دونم، فيما تتصدر صلاح الدين نسبة إنتاج العنب خلال السنتين الأخيرتين، تليها ديالى وبابل بقرابة 400000 طن. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في.